بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام على شعبنا الأبي الصابر المرابط. السلام على شهداء ثورة الكرامة الأبرار. السلام على الجرحى والمصابين الشرفاء. السلام على العلماء والرموز والشرفاء الرازحين في سجون الاحتلال. السلام على ملائكة الرحمة وأطبائنا الصامدين المحررين من السجون. السلام عليكم يا شباب المقاومة وحرائر الثورة الباسلات. السلام على أهل عالي الكرام، على نساء الفخار الرائدات، وعلى الرجال الذين روضوا الطين من تحتهم في هذه المنطقة الصابرة. السلام على شباب وحرائر الثورة الرابضين فوق تلالك يا عالي. السلام عليك يا جعفر المعيوف، يا رافع بيرق الشهداء، ويا أمل الانتصار القادم، بك وبكوكبة الشهداء الذين التحقت بهم سنحقق للثورة هدفها وسنقرر المصير. أولا حق تقرير المصير، إن إصرارنا على التمسك بحق تقرير الشعب لمصيره واختياره للنظام الذي يحكمه ويلبي طموحاته لم يأتي من فراغ، ولا يأتي عن قلة نضج وضيق أفق، بل وجدنا بأنه الخيار الأمثل الذي يجمع العقلاء عليه، كما أن هذا الخيار هو السبيل لترسيخ كرامة الإنسان وبناء الحياة الكريمة التي يطمح لها المواطنون كافة، وهو أساس تبنينا لوحدة الكلمة ورص الصفوف، وينبثق من حرصنا على رفض التصادم إلا مع العدو. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، هو شعار جامع لكل الرؤى السياسية، نابع من إيماننا بالاعتصام بحبل الله، ولن نتخلى عن حقنا حتى يقرر الشعب ما يريد. فإننا لا نحجر على رأي أحد، ولا نختزل الثورة في شعار واحد نفرضه على الناس، فالناس هم الأساس، والتوافق على نوعية النظام الذي يرغب المواطنون به هو أصل الحكم العادل الديمقراطي الذي يكفل حرية الاختيار على أن يكون لكل مواطن صوت ما عدا الفئة التي أخذت الجنسية بدون وجه حق. وهنا تجب الإشارة للعلاقة الوطيدة بين كل مكونات الشعب الأصيل، لا سيما الطائفتين الكريمتين، حيث أن أصالة العلاقة بين أبناء الشعب أفسدت كل مساعي النظام المتغطرس في بث الفتنة الطائفية والتحريض البغيض بين أبناء الشعب البحريني الكريم. لذا ما سيجمع عليه غالبية الناس سيكون هو الأقرب لقلوبهم، خصوصا وأننا ندرك عراقة هذا الشعب ومدى تلاحمه وترابطه. ثانيا الكادر الطبي، إنما تعرض له الطاقم الطبي من تنكيل ومحاكمات هو بصمة عار طبعت على جبين النظام الخليفي والاحتلال السعودي. فهذا الكادر المؤمن الشريف قام بالدفاع عن الناس وسعى في علاجهم وتقديم الخدمات الإنسانية للمصابين والجرحى ومن احتاجوا للرعاية الصحية، فأدوا واجبهم على أكمل وجه بما يتناسب والقسم الذي عاهدوا الله عليه في أمانة تقديم الخدمات الطبية دون تفريق بين الناس، وهذا ما عملوه. فعلينا الآن جميعا أن نقف لجانبهم وأن نرفض أي محاكمة تجرى بحقهم،
ولا نعترف بها البتة، فضلا عن كونها عسكرية أو مدنية، فأصل محاكمتهم باطلة، وما بني على باطل فهو باطل، ولا مجال للنقاش بأن المحكمة عسكرية أو مدنية، بل تجب محاكمة من اعتدى عليهم بالسلاح أو بالسجن وما شاكل ذلك من تعذيب وتعدي. الأمر الذي دفعهم للإضراب عن الطعام إلى أن تم تحريرهم يوم أمس الأربعاء، فاليوم من بلدة عالي نزف لهم التهنئة القلبية الصادقة بمناسبة تحريرهم من السجون، ونعاهدهم بالوقوف معهم، ونؤكد لهم بأن جميل صنائعهم لا يمكن أن ننساه في يوم من الأيام. ثالثا، صمود العلماء والرموز في غياهب السجون. لا يفوتنا أن نذكر العلماء والرموز الصابرين الصامدين في السجون، المضحين بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله والوطن وكرامة الإنسان، فإن هذا الصمود والثبات هو الذي يقلق النظام الفاسد ويربكه ويجعله دائم الخوف، لأن صمود الرموز القادة يضعف العدو ويحرق أوراقه ويحاصره أينما ولى. فالعلماء الأجلاء والرموز الرازحين في السجون وقود الثورة وضمانة النصر، فنعاهدهم ونعاهد الشرفاء في وطننا الغالي بأننا سائرون في تقرير مصيرنا رغما عن هذا النظام الفاسد وعلى رأسه الدكتاتور حمد، كما نؤكد دعمنا وتضامننا لأبناء الرموز المضربين عن الطعام في منزل الأستاذ الكبير عبد الوهاب حسين. رابعا، موعد الزحف الكبير لميدان الشهداء. إن العودة لميدان الشهداء لهو حق ثابت لأبناء الشعب، فلا يحق للنظام الفاسد منع المواطنين من ممارسة الاحتجاجات في المكان الذي يختارونه. ولم نعهد بأن نظاما مستثنى يحق له قمع المواطنين وقتلهم ومنعهم من الاحتجاج، إلا تلك الأنظمة الفاسدة الرجعية التي تحكم بالسيف ولا تعي غير لغة الدم لتدعيم حكمها وتثبيته. إلا أن التاريخ أثبت بأن لا نظام يبقى إلا نظام العدل والحق، ولا حكومة تستمر وهي تقتل وتنهب وتعيث في الأرض فسادا. لذا فإننا ورغما عن هذا النظام الفاسد المتكبر الذي استقدم الترسانة الحربية السعودية ومكن الاحتلال السعودي من فرض هيمنته على البلاد، سنزحف للميدان بذات الصدور العارية التي أذلت الرصاص والعسكر، بذات القبضات الخالية إلا من الإرادة والعزيمة. ولن تثنينا عن الوصول للميدان ترسانة الاحتلال الغاصب، وكما أذلهم البطل عبد القادر ثم اقتفى أثره الحايكي وتبعهم العكري وقهر جبروتهم وافتتح الميدان في خطوة استباقية لموعد الزحف الكبير، سيصدم النظام بألف ألف أمير للميدان في 23 و24 من سبتمبر أيلول القادم، وإنا له حتما لعائدون بإذن الله. ونؤكد أن كامل جهودنا ابتداء من اليوم ستكون مركزة حول الموعد المعلن للعودة المظفرة للميدان، وإن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار واجعل لهم قدم صدق عندك يا كريم. اعتصام حق تقرير المصير 8 المقام في بلدة عالي يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر أيلول سنة 2011 للميلاد، صادر عن ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير.